متابعين معكم بعالم الصباح، منها التغطية الخاصة لمشروع أحلام جولف أند ماونتن فيليج. واليوم رح نحكي عن جوانب أيضا متعددة بهالمشروع، عم جرب نغطيهم كلهم لأنه فعلا مساحة كبيرة، منطقة جميلة، وأيضا في كتير نواحي بتلعب دور بإنشاء هيك مشروع كبير. واليوم رح نحكي بالتحديد أيضا بعد أكثر مع الأستاذ نظام الأشقر وهو مستثمر ومطور عقاري، وأيضا مع الأستاذ عمر الشنطوف وهو مدير عام الـ FFA Private Bank. نظام وعمر صباح الخير. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم معنا اليوم عبر شاشه تلفزيون مستقبل وعبر برنامج عالم الصباح. ونحن اليوم كل ضيوفنا عم نرحب فيهم عندنا على الشاشه وعم نرحب بحالنا عندهم، لانه هالمشروع فعلا عم يستقطب هالناس كلها وعم نشوفهم قدامنا اليوم على الارض. بدي احكي معك بالبدايه نظام ونحكي عن هالمشروع اللي مثل ما قلنا دائما في الخوف من الاستثمار بلبنان، دائما في الخوف انه بيسمعوا سماعيات بيخافوا، ان كانوا لبنانيين مقيمين هون او بخارج لبنان ومشتاقين يرجعوا على لبنان. قديش هيك مشروع فعلا بيطمن الناس انه لا رجعوا، تعوا لبنان حلو، لبنان في اشياء كتير حلوه لازم تستكشفوها ولازم تشعروا بامان لما بتجوا عليها. صحيح، انا من المؤمنين بالاستثمار بلبنان وخاصه بهي المنطقه. انا عشت 20 سنه بلندن وكان عندي استثمارات انهيتها وجيت رجعت لهون. امتى رجعت؟ بال 95. اها 95 بلشت وبلش المشروع الحلم اللي كان عندي. كان في عنا ارض بدينا منها حوالي 300,000 متر وبلشت اتوسع بشراء الاراضي. كان مشروع عم ببحث فكر فيه مشروع صغير. تعرفت على الـ FFA وجابوا لنا عدد من المستثمرين وشجعونا للانطلاق بهالمشروع. انا من المؤمنين بالعقار اول شيء لانه شغلي عقاري دائما. نعم. بلبنان قبل ما اروح على لندن، بلندن عقاري وهون عقار. بآمن بالعقار وبآمن بالعقار بلبنان. وما عندي خوف، يعني اللي بده يشتغل بالعقار بده يكون عنده نفس طويل. نعم صحيح اكيد. بده يآمن بالبلد. مظبوط. وبده يشتغل بغض النظر عن وشفت بالـ FFA والجروب اللي معنا مكمل اساسي للمشروع اللي كنت عم فكر فيه. انه اول شيء مؤمنين بالبيئه وبالمشروع اللي عم نعمله. لذلك تقريبا كل المستثمرين شارين ارض بالمشروع ليعمروا ويسكنوا بالمشروع. يعني عم نعد المشروع كانه النا. صحيح. ونحافظ على البيئه وعلى هالجمال وعلى المناخ الموجود فيه. هلا منطقه كفر دبيان بالنسبه لي منطقه مميزه لانه صيف شتاء صيفيه فيها نشاطات. فيها نشاطات، منطقه سياحيه صيفيه طويله والشتي قريب من السكي. وهلا عم بيصير في نشاطات بالتعاون مع البلديه على الاربع فصول يكون. صحيح. في نشاط تصير. يعني اتجاه الاربع فصول يكون في نشاطات. بقى مآمن انا بانه المشروع مشروع ناجح وكل المستثمرين نفس الشيء. لذلك يعني ما في إذا بدك إرادة إنه هذا مشروع استثماري لازم ناخذ الربح الأقصى فيه. صحيح. لا. صحيح. نحن بنآمن إنه إذا بينعمل شغل مظبوط مع اعتبار البيئة كأولوية ونخلق بيئة متعاونة مع البيئة الأكبر، يعني مع كفر دبيان ومع بعتقد بيكون طبيعية. صحيح. هون بدي احكي عن هالدور مع عمر. اول شيء بدي اقول انه عمر صار له كل عمره مقيم خارج لبنان، بقى اليوم بدنا نعذره اذا مرق شويه عربي شويه انجليزي، بالعكس نحن اليوم سعدة بوجودك لانه نحن فرحانين دائما لما بنشوف ناس عاشوا سنوات طويله بالخارج ومثل النظام رجعوا امنوا بلبنان واستثمروا بلبنان. كمان لما بنشوف هون وجودك ضمن اطار الـ FFA Private Bank كمدير بهالشركه وبهالبنك اللي هو عم يشتغل على صعيد الانمائي بالنسبه للريل استيت بالنسبه للعقارات، وايضا عم يشتغل على صعيد التمويل المادي. كيف تم التعاون بينكم وبين بعض لحتى تقدروا تكبروا الارض لانه كله بحاجه لتمويل قبل الدخول بالتطوير للمجال؟
يعني دائما نحن بنطلع على المشاريع وبندرسهم كمالي وكعقاري. نحن عندنا شق بس للكوركشن، نحن شركه اف اف اي ريل استيت اللي تحت نظام اف اف اي برايفت بانك جروب، وشركه متخصصين بالمشاريع العقاري. ونحن دائما ندرس يعني الشق المالي تبع المشروع والابيل تبع المشروع. نعم. ومشروع اللي شفناه باحلام يعني ما شفناه بكثير من المشاريع، يعني صحيح. It's a very unique project، يعني من احلى مشاريع. وانا يعني بهيدا المشروع يعني في عندي مثل سبيشال اتراكشن. نعم. يعني بالنهايه نحن كمطورين وكشركه بالمشروع، انا بيرسونلي حبيت المشروع. هي. وانا استثمرت بالمشروع. هيك واحد بيعطي اكثر بس يصير فيها الحب الداخلي. ايه. كمان للمشروع، بحس انه عم يشتغل بشيء لإله. يعني حسيت هيدا المشروع يعني ات ميتس مثل ما يقولوا ميتس ذا نيدز تبع الناس اللي بحاجه لهيك بروجي. الاولاد فيهم يعملوا كثير اكتيفيتيز وفيهم يظهروا برات، سبيشالي اللي مقيم مثلي ببيروت. نعم. اللي مناطق الخضراء اللي موجوده ببيروت صار قليل، صارت كثير كثير قليله. مشروع مثل احلام اللي مشروع رح يضل تقريبا 70% من أخضر. المليون متر رح يضل اخضر، والاكتيفيتيز اللي موجود فيها الرياضه، التريلز، الهايكنج تريلز، البايكنج تريلز، مثل ما حكوا يمكن قبل، التنس والاكويستريان مش موجوده بكل المشاريع اللي شايفينها بلبنان. وحلمنا انه هيدا مشروع يكون مش بس مشروع مشروع سنوي، يعني نعم صحيح. واحد بيقدر مثل ما عم بيقول استاذ نظام انه يطلع بكل الفصول. ايه، الصيفيه طويله ونحن قريب لسكي، سو عندك ادفانتج انه يعني اذا بدك تعمل سكي يعني نحن 5 دقائق من السكي. نعم. بس بالصيفيه مش حتى بس صيفيه، ويكند هاوس، يعني يعني لواحد يطلع شوي من بيروت صحيح، ياخذ فرصه ياخذ فرصه يتنفس بالمنطقه مثل فرديبيان، الحلا الموجود فيها والخضار الموجود فيها. سو هود الكواليتيز اللي كانوا موجودين بالمشروع والدراسه الماليه، شفنا انه المشروع مثل هيدا رح يكون ربيحه للمستثمرين وللناس اللي رح يشتروا بالمشروع، يعني وين وين. اكيد اكيد هيدا هو اهم شيء، هيدا الوين وين سيتويشن. سو هيدا اللي نحن بنطلع فيه، وبس ندرس مشروع بنشوف انه هي وين وين، يعني اللي رح يشتري فيه رح يكون يعني هو اللي كمان عم يستفيد، وعم يستفيد لان رح يعيش بسوتش بروجكت، والمستثمر كمان عم يرجع له مردود. عم يرجع له مردود. سو كانت ايزي انه نتعاون سوا وناخذ هال او نفوت بهيدا المشروع، وقد ما فينا عم نعطي فعلا. وهيدا الشيء اللي بلشنا نلمسه، يعني حتى من خلال ضيوفنا اللي قطعوا من قبل بلشنا نتعرف اكثر على دور الاف اف اي، ان كان كالبرايفت بانك وان كان حتى بالشركه الاصغر تبعيته اللي هي ريل استيت. انا هون بدي احكي عن موضوع مهم واللي هو موجود بالاحلام جولف اند ماونتن فيليج، اللي هو موضوع الرياضه، شق رياضي كثير كبير. يعني ذكرنا الجولف لاول مره بيكون موجود على الجبال وموجود قبل نادي الجولف ببيروت، وايضا ذكرنا موضوع ركوب الخيل، موضوع الباسكتبول، الفوتبول، هدول الامور يعني نحن سعداء انه عم توجد كمان عم تنوجد بهالمنطقه. انما استحداث رياضه ما كنا بنشوفها بلبنان هي رياضه البولو، وحضرتك عرفنا كمان قبل شوي انه حضرتك بطل برياضه البولو، اتخيلها الى لبنان والى مشروع احلام، قديش فعلا مهم برايك وقديش فعلا راح نبلش نشوف يعني نتائجه على الارض؟ مهم. يعني انا اول شيء لاعب مش بطل، بس لاعب لمده طويله، وبعرف انه اللعبه بتجذب كثير. يعني انا كنت اوعى دبي وقت كان في نادي واحد للبولو، اليوم في يمكن 10 بيجذب من كل انحاء العالم. نعم. هلا البولو الحلو انه نحن عم نعمل ارينا بولو اللي هي ملعب صغير. إيه. لانه الملعب الكبير اللي هو الجازون او حشيش بده يكون حوالي 60,000 متر. أوه. اللي مش قادرين ينعمل. صحيح. بس بالملعب
رايدنج سكول موجوده او اللي بدنا نعمله بالمستقبل هو كافي انه يكون في ارينا بولو اللي صارت منتشره بكل العالم. نعم. اللي هي حوالي 60 متر ب 30 متر وعلى تراب وبتجذب ناس من كل العالم. لذلك البدايه هو ملعب للخيل لركوب الخيل العادي يسهل تحويله دغري الى ملعب بولو. نعم. ولعبنا سابقا كان فيه نادي للبولو ولعبنا بفقره وبعده محلات لذلك هين كثير انه ينعمل وبعتقد بيكون جاذب لل وهيدا اللي بيفتقروا يعني مش بس البولو يعني انا عشت 15 سنه بالمنطقه بصيف قبل ما انتقل هلا لحد المشروع اللي لاحظته انه الاولاد خاصه ما في شيء رياضات ثابته وملاعب موجوده بهالمنتجعات الموجوده لذلك يعني وجود هالرياضات المختلفه بهالطبيعه الحلوه للولد وللشباب كثير مهم كثير مهم يعني اليوم صار يقدر انه يحس انه عنده كل الرياضات اللي بيريدها صحيح صحيح وهيدي مهمه وبتقدر تخلي الولد موجود هون خاصه بكره حنعمل فوتبول اليوم الفوتبول كثير دارجه للشباب وباسكتبول وباسكتبول وتنس وهايكينج كل هالرياضات بطبيعه مميزه يعني هون انا بدي اتناول موضوع كثير مهم واللي هو موضوع حكيت عنه عمر انه بالعاده واحد بيفكر مصرف بيفكر بس انه بهمه الاستثمار بهمه بس انه يوضعوا مال ويرجعوا يسردوا مال انما هالمره عم نشوف انه في استثمار لمال بمشروع بيئي اخضر لكل العائله قديش فعلا هذا الشيء عم تشتغلوا عليه لحتى يضل موجود من اول مرحله لاخر مرحله بالمشروع هي من يعني من الاساس يعني هي مثل ما بقول الباك بون تبع الايديا انه دائما المشروع حتى اذا في فكره وما رح تعمل مصاري يعني كثير صعبه تنفذها سبيشلي بالاوضاع الحاليه نعم بس بهذا المشروع يعني عندها عم نقدر نضرب على both sides لأن مشروع بيئي رياضي سياحي وربيحة للمستثمرين يعني الكومبينيشن كتير it's amazing صحيح صحيح وعم نشتغل عليها لأن هيدا فعلا موجود يعني يعني نحن المشروع itself في نيد لإله يعني كنا عم نحكي فيها يعني كرياضة وكأولاد وكمحل بالبيئة فينا يعني أنا من حالي بلاقي حالي إنه هي شغلة أنا بدي إياها يعني أنا غير إنه from a business point of view من البزنس سايد اكيد نحن عندنا الدي ان اي تبعنا بالريل استيت هو بنك سو نحن بندرس المشروع دراسه عميقه ماليا و يعني I can assure you مشروع اكيد ربيح على المستثمرين وهذا الشيء اللي بفرحنا اكيد ونحن لهالسبب اليوم سعداء بوجودنا بنص المشروع تقريبا يعني بعد اول مرحله بعد في الثانيه والثالثه تقريبا انما مثل ما عم نقول يعني حلم ورا حلم عم بيتحققوا لحد يخلص المشروع بشكل كامل نحن ما نشكر كثير وجودكم معنا يعطيكم الف عافيه وفعلا الحلم كبير انما عم نشوف بلشت نتائجه وتبين على الارض فعلا اهلا وسهلا فيكم رح نتابع اخر المحطه مع اكيد ضيوفنا اليوم من كفر زبيان من الاحلام جولف اند ماونتن فيليج رح ينضموا لنا هلا لحتى نكون معهم بلقاء ايضا بيكون هو لقائنا الاخير لليوم شكرا لكم شكرا